لو كان لدي 100 جرام من الماء في وعاء و100 جرام في الوعاء الآخر ودرجة حرارة كلاهما 25 درجة سيليزية، أردت إضافة الملح وإذابته وإضافة السكر وإذابته في الوعاء الآخر، هل الكمية التي يمكن إذابتها من 100 جرام إذابتها من الملح في 100 جرام هي نفس الكمية التي يمكن إذابتها من السكر؟ هل لهما نفس الكمية؟ لا، ليس لهما نفس الكمية وليستا متساويتان. كمية المادة المذابة في المذيب عند درجة حرارة يطلق عليها الذائبية. هنا هو تعريف الذائبية. الذائبية هي كمية المادة التي يمكن إذابتها في 100 جرام من المذيب عند درجة حرارة معينة. الآن هنا لدي سكر، بعض من السكر سوف أضعه في 100 جرام من الماء. الآن سوف أبدأ بوضع السكر. الحين انتشرت جزيئات السكر في الماء وتباعدت بانتظام، تذوب بعض المواد سريعا في محاليلها بينما تحتاج بعضها الآخر إلى وقت طويل ليذوب، ولا تدل ذائبية المحلول على سرعة ذوبانه، وإنما تدل على كمية المذاب التي تذوب عند درجة حرارة معينة. الآن أريد أن أرى هل يمكن تسريع الذوبان؟ أجل يمكنني، هنالك عدة طرق سوف أقوم بها معكم. الطريقة الأولى بتحريك المحلول، وأيضا الطريقة الثانية يمكنني زيادة درجة الحرارة، أو يمكنني أن أسحق المذاب إلى قطع صغيرة فتزداد مساحة سطح المذاب المعرض للمحلول ويزداد معدل الذوبان. الآن ننتقل إلى المحلول المشبع. أولا ما نبدأ به هو تعريف المحلول المشبع، ويسمى مثل هذا المحلول أي أنه يحتوي على كل ما يمكن إذابته في المذاب في الظروف المتاحة، لكن لما يكون المحلول من نوع صلب أو سائل فسوف تستقر الكمية الإضافية من المذاب في قعر الإناء. يمكنني أن أحضر محلول بإذابة كمية من المذاب وأيضا الطريقة الثانية يمكنني زيادة درجة الحرارة، أو يمكنني أن أسحق المذاب إلى قطع صغيرة فتزداد مساحة سطح المذاب المعرض للمحلول ويزداد معدل الذوبان. الآن ننتقل إلى المحلول المشبع. أولا ما نبدأ به هو تعريف المحلول المشبع، ويسمى مثل هذا المحلول أي أنه يحتوي على كل ما يمكن إذابته في المذاب في الظروف المتاحة، لكن لما يكون المحلول من نوع صلب أو سائل فسوف تستقر الكمية الإضافية من المذاب في قعر الإناء. يمكنني أن أحضر محلول بإذابة كمية من المذاب أقل من الكمية الضرورية لإشباعه، وعندئذ نقول أن المحلول غير مشبع. مثل الآن عندي 50 جرام من السكر، لما أضيفها في 100 جرام من الماء عند درجة حرارة 25 درجة سيليزية فتكون كمية السكر أقل من 204 جرامات، وهي اللازمة لإشباع المحلول عند درجة حرارة هذا عند درجة حرارة كهذا. غالبا ما يستطيع المذيب الساخن إذابة كمية أكبر من المذاب فيه، وعندما يبرد المحلول المشبع فإن بعض المذاب يترسب من المحلول، وإذا تم التبريد ببطء تبقى كمية إضافية من المذاب مذابة لبعض الوقت تزيد على حد الإشباع، وعندئذ يوصف المحلول بأنه فوق الإشباع. الآن ننتقل إلى معدل الذوبان. تذوب بعض المواد سريعا في محاليلها بينما تحتاج بعضها الآخر إلى وقت أطول، ولا تدل ذائبية المحلول على سرعة ذوبانه، وإنما تدل على كمية المذاب التي تذوب عند درجة حرارة معينة.
يمكنني تسريع الذوبان. أول طريقة أني يمكنني أن أحرك المحلول، وثانيا كطريقة أخرى زيادة درجة الحرارة أو بسحق المذاب وتفتيته إلى قطع صغيرة فتزداد مساحة سطح المذاب المعرضة للمحلول ويزداد معدل الذوبان.